اليوم احنا في المؤسسه السجنيه اصيله دونك بحال شفتوا في اطار حمله ديال الافطار 1500 افطار يوميا وعشاء. اليوم صيبنا ونظمنا واحد المأدبه ديال الافطار على شرف السجينات اللي كاينين في طبعا في السجن المحلي ديال اصيله. هذه كتندرج طبعا في الاطار ديال التضامن وفي اطار ديال الانتيغراسيون ديال المجتمع المدني في داخل المؤسسات السجنيه، لانه بغينا نحيدوا ديك النظره الدنيا اللي كتدور على السجين. لا، حنا دورنا اننا نبردوا عليهم طبعا داخل المؤسسات السجنيه وخارجها ايضا، يتانتيغراو داخل المجتمع. دونك لما لا نمدوا نكونوا هاد الجبر الزوين لهاد الناس هادو، وسختو اننا في شهر رمضان الفضيل. ففوالا، مرحبا بكم. وانتم شفتوا المقابله اللي كانت بين الفريق ديال اتحاد طنجه النسوي تبارك الله، اللي ايضا صادف في شهر مارس اليوم العالمي للنساء. دونك جمعنا كل شيء تبارك الله، وعطى هذه اللمه الغزاله بين مسؤولين، بين بشراكه زوينه مع مؤسسه محمد السادس لادماج السجناء الله يجازيهم بالخير، وطبعا المؤسسه السجنيه. مشكورين سلطات اصيله وسلطات ولايه طنجه الله يجازيهم بالف خير، الله يثبت الاجر. محمد مقدمي، المنسق الجهوي لمؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج السجناء بجهه طنجه تطوان الحسيمه، تحت شعار إعادة الإدماج بنون النسوة. اليوم تحتفي مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع إدارة السجن المحلي بأصيلة، جمعية يلا نتعاونوا بطنجة، جمعية اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية باليوم العالمي للمرأة. النشاط الأول غادي يكون مقابلة في كرة القدم، تجمع ما بين فريق النزيلات وفريق اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية. النشاط الثاني والثالث غادي يكون عبارة عن إفطار جماعي لفائدة 94 نزيلة، 94 نزيلة بالإضافة إلى واحد الوصلة غنائية للأمداح. وعلى هامش هذه الأنشطة سوف يتم تنظيم وسوف يتم توزيع مجموعة من المساعدات والهدايا لفائدة هذه الفئة، وتأتي هذه المبادرة في إطار العناية والاهتمام التي توليهما مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لهذه الفئة باعتبارها من الفئات الهشة التي تحتاج إلى عناية خاصة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. في بادي الأمر نشكر السيد المدير الذي أتاح لنا هذه الفرصة الجميلة التي تعد من الفرص المستحيلة اللي كنا غادي نشوفوها خارج نطاق السجن.
وبالنسبه لهذا الحفل جميل جدا جدا جدا، وهذ الوجوه الجميله، الوجوه المعروفه طنجاويه التي اتاحت لنا هذه الفرصه السعيده، نتمنى لها كل الخير. هذه فرصه جميله اللي خلانا نفطروا كعائله كاسره متحده، وخصوصا احنا نجاه السيد المدير، وهذا السجن كيعيش واحد بادراج، كيسمعنا كيتلقى مع النزيلات ديالو، كيتعامل معنا بالحنان بالعاطفه. وكنشكر الجمعيه بزاف بزاف لان عطاتنا حلم جميل، حلم رمضان، مائده الاسره، كثير من الاشياء لا تعد ولا تحصى. وكنشكركم كلكم كلكم كلكم، كنشكروا الاطر ديال السجن كلهم على معاملتهم لنا، معاملتهم الطيبه، حنان، كيتعاملوا بواحد الرقه معنا حقيقه. الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.